هلا بصراحة ما في شيء يخليك يعطيك طاقة إيجابية غير الجيم، أنا بنزل عليه هو بيعطيني طاقة لحاله. لازم الإنسان على طول عنده الأمل، لو ما الأمل ما صار عمل. على طول عندي أمل من اليوم، بكرة أحلى من اليوم جزاء الله راد. تعتمد على ثلاث شغلات الطاقة، أول شيء مخافة الله عز وجل، ثاني شيء الأمل، ثالث شيء الخبرة بالحياة. عم بتطلع لأنه الشيء لي وعلى غيري يعني، وعم ننتظر إنه إن شاء الله يصير شيء نقدر نرجع مثل ما كنا، يعني بالأزمة بالحرب ما صار اللي صار هلأ. نمشي يعني أحسن شيء نمشي. هلأ الواحد هو اللي بده يروح لنفسه، يعني هو إذا الواحد يضل حط بده يضل يحط بباله فحيضل عايش بجو كتير سلبي، هو اللي بده يروح لنفسه حتى يصير الجو إيجابي، أما غير هيك ما في، يعني هو بيسهلها بتسهل بيصعبها بتصعب. بفتكر استنفذنا الطاقة الإيجابية، بس أنا بقول كل يوم في الصبح بقول نشكر الله الحمد لله. الطاقة الإيجابية بيحاول ترتفع معنوياته إلا ما تجي نزلة طلعة، مستحيل إني أقدر ضل ما بنعمل جهدنا. منفكر بالإيجابيات، بنعمل اللي لسه عنا إياها، نشوف وضع اللي أسوأ منا. هلا أنا بالنسبة لي يعني برجل بس هي مثلا الواحد بيقعد آخر شيء المساء هيك قاعدة لحاله بيروق شوي بأرجل بشرب فنجان قهوة وهيك شغلات، يعني الشغلات البسيطة ممكن الواحد يستفاد منها وبس هي. بده يصبر وبده يعني على الله يصبر يعني حتى تتحسن الأحوال ترجع الأمور مثل ما كانت. هذا هو بقى الغريب العجيب بحياتنا، يعني هيك نحن طبعنا السوريين كل يوم نحكي بهذا الموضوع، يعني إنه خلص يعني الحمد لله عايشين، أولادنا بصحة منيحة، يعني إلا ما في شيء بده يتحسن، يعني أكيد رح يتغير الوضع ومثل ما تغير قبل وكان سيء وصار أحسن، إن شاء الله يا رب تمرق على خير. أنا رأيي الشخصي بعمل تأمل مديتيشن والحمد لله أموري تمام. إذا ما وقفنا جنب البلد ما بنحسن نساوي، نجينا إجباري طاقة إيجابية مشان نحسن نعيش ونوقف جنب البلد وتوقف سوريا على أجرها، والحمد لله رب العالمين عم نتعايش مع الوقت، وشو بيصير معنا بنتعايش معه، ما عندنا غير مجال، ما عندنا حل تاني، نوقف جنب بلدنا مشان بلدنا تتم وقفة على بقوتها، نتحدى هالصعاب وهالشي اللي مارر على هالبلد.